أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.